مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا الان مع سعيد فرحان بحلول شهر رمضان المبارك، وهذا هو غادي تقول لنا شنو الفرق ما بين رمضان ديال زمان فاش كان سعيد صغير كيفاش كان كيدوز رمضان ودابا، واش باقي كيحس بنفس الاجواء؟ واش الوقت تبدلات؟ حيت بزاف ديال الناس كنسولوهم تقولنا الوقت تبدلات، راه ما بقى ما يعجب، راه كلشي تبدل، اي حاجه ما بقاش عندها طعم كيف شحال هادي، لا رمضان لا عيد لا عواشر لا حتى شي حاجه. السلام عليكم سعيد. قلت لي انا فرحان برمضان، يعني كنشوفوك انك تبارك الله كتفرح بالصلاه والقيام والسجود. داكشي اللي كاين اختي، هو بالنسبه لي انا، ولكن داك الاجواء كما خليتيها انت يا اختي وميمه، ما بقاش داكشي اللي كنتي كتعرف شحال هادي، لا ماشي في رمضان ولا من غير رمضان، العيد الكبير كاع وداك الطقوس اللي كانوا، ولا زعما ديك العواشر اللي كما قلتي كيفرحوا بها الناس، وداك الشيء ما بقاش داك الشيء. زعما فين ما مشيتي في الجان وفي الشرق وفي كازا، علاش؟ قال لك مادام كثرت داك الغلاوات اللي ولاو دابا، كثرت داك المعيشه ولات غاليه، ولات بزاف ديال الحوايج اللي ولات تبدلات. هذا انا غير الجيران في الدرب، الجيران كاملين كيصوبوا الشباكيه وسلوا داك الشيء. فعلا ما بقاش كما قلت لك، زعما راه واحد تقريبا من ليامات كورونا وهي جايه، زعما دوك العادات اللي كانوا، ولكن ما قلت لك الاصدقاء العائله الاجواء الجيران، ما بقاش داك الشيء. زعما نقص تقريبا واحد 95% الا ما قلتش انا 100% تنقص داك الشيء، ما بقاش كما كان. كما قلت لك على الوقت، كما قلت لك بنادم تبدلت عليه ماديا معنويا، كما قلت لك من ليامات كورونا بنادم جا، بنادم كان كيتدخر، بنادم كان خدام ما بقاش خدام، داك البنادم داكشي اللي كان كيوفر باش كيخلق ديك الاجواء ما بقاتش. قال لي مؤخرا هذيك الضغوطات وديك المعيشه اليوميه، بنادم زعما ضغطات عليه والمصاريف وكل كيقول غير راسي يا راسي. هذا الشيء هذا هو الاشكال اللي خلى دابا بنادم ما بقاش داكشي. دابا كما قلتي حتى ديك احياء شعبيه اللي كان شي ايامات الجار كيدير على جارو ولا هذا، كنتي كتقول راه شي شويه. مؤخرا كما قلت لك كل واحد سد عليه بابه وسد عليه راسو، ما عرفناش من هذا الشيء كامل، وكنتمناو زعما بهذه المناسبه ديال رمضان. في رمضان كيتجمعوا العائله كيعرضوا على معضياتهم، كنشوفوا ديك اللمه. اي فعلا. ديك الضحك هكا وديك الجمعه ديال الحباب ويخرجوا يصليوا كاملين، دابا راه الوقت تبدلات. اي فعلا اكثر. يلاه متفق معاك، نقول لك هاد 4 سنين الاخرى ولا 5 سنين تقريبا ما قلت لك نقصات لواحد الدرجه ما تصورش. كما قلت لك اغلبيه اللي حتى هادشي ديال مواقع التواصل وهادشي ديال التليفونات دابا ما بقاتش داكشي. بنادم كان كتيها الكنازه كتعيط كتمشي عند بنادم، ولا كان شي فرح كتمشي عنده، دابا غير داك التليفون الواتساب وهذا كتعيط ليه ولا هذا، ما بقاش داكشي. شي هادشي ديال التواصل زعما فقد فيها دابا بنادم. ووالدي دابا كاين اللي كيدير اللايف كيهضر مع با ولا مو، ما يقدر يشوفه يقدر ما يشوفهاش كاع. انا ما نساليش دابا داكشي اش قلت لك، هادشي ديال المواقع التواصل وهادشي ديال التليفونات خرج ديك الماء وديك المحبه وديال هذا، بزاف ديال الحوايج. انا مؤخرا واحد السيد من العائله كما قلت لك توفى لينا، وهذا الله يرحمه بهذه المناسبه هذه، شفنا كما قلت لك ديك الماء وداك الشيء اللي كان، هذا ما بقاش، ما كملش شي سيمانه هذه ما بقاش داك الشيء. وكنتمنى بهذا، نتمنى ان شاء الله ترجع امنيتي وامنيتي ترجع بعدا ديك الصحه والعافيه، وترجع ديك المحبه وترجع ديك البركه اللي كانت، وديك الانسانيه وديك الاخوه وديك المحبه ترجع كيما كان شحال هادي. اما راه الا مشينا غادي زعما حتى الجيل اللي طالع دابا غادي يفقد داك الشيء، راه غادي نولي نقولوا اللهم انا هذا منكر. هادشي اللي غادي نخلص لك، ونتمناو ان شاء الله تدخل على دار رمضان هذا احسن من اللي كان شحال هادي، وصافي هادشي اللي غنقول لك اختي. تبارك الله عليك. يلاه مبارك رمضان مبارك سعيد على جميع المغاربه والعائله والصحاب، واخا ما بقاو لا صحاب لا حتى حاجه، هادشي اللي غنقول لك. ان شاء الله. شكرا لكم. دي قناة شوف تيفي، هنا كنقول لكم رمضان مبارك سعيد، دخل عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة وطولة العمر لكم ولوالديكم ولكاع الناس اللي كتبغيهم. شكرا لك سعيد، وحتى انت ايضا رمضان مبارك سعيد، وكنتمناو ان الاجواء اللي كانت شحال هادي كنتمناو انها ترجع، وترجع ديك اللمة والجمعة ديال الصحاب. شكرا لك مرة اخرى، هنا ما بقى لي الا نودعكم، نتلاقاكم في بث اخر. بسلامة.